ها يلا على شق الفضاء بنسري نبي تسوالف يا رجال. وش به رجلك شبه شوفه شوف وين الظاهر ما طلقه هذا مو اسد لا طلقه لا مو من طف النوع النافورة ايوه طف لا طف اللمبات كلها طف النوافير اي والله ايش تبي ابو ماجد بجو صباح تحداك ابي اتحدى معك تحدي سم تحداك ما تقول لا ولا ايه اوكي نلعب اوكي يلا شو اسمك رباح صايم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طيب صايم ولا لا ان شاء الله رمضان هذا صمته كله ان شاء الله ما افطرت ولا يوم باذن الله ما افطر ما تفطر لا قبل اقصد ها اقصد قبل افطرت ولا ما افطرت يومين كذا عباطي ولا مسافر مسافر ما شاء الله وكيف الشعور لما افطرت كم مره قلت ايه انا وانت ما دريت وقاعد تسال بالله ارجع بالله قلت ايه ارجع للبار مدروخ بالله متحمس اسالك بالله لا صاد ترى مو عشان السنان هاجل متى علم الناس بالتخريع؟ انت من اي خرعتك؟ زعلان اني خرعتك؟ حركات مبزره هذه طيب وش زعلان انت الحين؟ زعلان ولا لا؟ لو يهمك عرفت حي الله ابو داوود وابو سعيد تعالوا قاعدين نلعب لعبة حش لا حش رمضان لا اعوذ بالله يا ولد يسبحون طول سبحوا ما شاء الله تبارك الله ينثرون حسنا نطلع بسرعة بنمشي بدربه طيب حشينا والله يا اخي شو يدعون شو شلون تسوون شو يسوون انت ايش دعيت لي امس دعيت لك كل شيء كل شيء شفت سمعتك بالصلاة وانت ساجد تقول وليد يا رب يا رب الله يا رب من كل شر الله ان شاء الله وانت ليش تدعي لهم لا رد لي دعيت له قبل سنة دير حتى عمي واصل عمي دعيت له حتى في مكة بيه الخير الخير طال عمرك خير لونك بعد حي صبح النور شلونكم يا شبعان منكم ما معزب يا وليد خلنا نلعب يا رجال يلا تحداك ما تقول ايه ولا لا طيب الاسم الكريم وليد لا ايه يعني يلا تجربة لا بدون طيب انا بسالك سؤال وبيك تجاوب صراحه طيب انت قبل شوي تقول دعيت له تصدق دعيت له ابو ماجد ايه دعيت له بالله وش قلت الصراحه هو مسلم ايه اكيد مسلم فانا دايم بس تدخل مسلم تدخل مسلم ابى اقول لك بس سجود دايم يعني الواحد يدعي لكل الناس يعني اللهم اغفر لا ما تمت بالسالفه كذا اصبر طويله سالفتك فهو من ضمن المسلمين اللي دعيت له من ضمن المسلمين ايه فاهم اللعبه اكيد ايه تدري اني انا كنت اللي افوز طيب انت اعطيتها ايه طويله هذا اول يا ابو طيب خلاص تجربه مستعد مستعد عبد العزيز اليوم كم التاريخ 10 هجري ولا رمضان هجري ولا ميلادي؟ مقولي ضيع فزت عليه فزت علي؟ أكيد طيب ميلادي ولا هجري قلت؟ هجري طيب سؤال بالله شو رأيك بتقديمي اليوم معزب؟ جميل صدق والله رائع أي فقرة عجبتك؟ كلها لا بفقرة اللي بها حماس كله زين يعني يقولون ها؟ يقولون شكرا قلت هي وش يعني بصني نعم يوم بخلص اسمع 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 انت عاد سريع احس انك سريع ترى بدينا اللعبه ما تقول ايه ولا تقول لا طيب ابو داوود انت اليوم بالاربيز سحبت علي ما سحبت الا فقره يقولون اللي كلم الناصر صح قصه اللي تحت ولا المخرج مو صح ها مو زين مو صح المخرج ولا ناصر انا انت انت طيب قلت ايه انا فاهي بالهذه فقرتنا لهذا اليوم بكرة إن شاء الله انتظروا فقرة جديدة لا بلا كمل بلا يا عيال باين عندكم أبو ماجد تعال أبو ماجد تعال ماجد حنا الفقرة هذه ما تقول إيه ولا لا مرة يعني حاول جاوب بدون إيه ولا لا يلا أبو ماجد كيف حالك الحمد لله طيب مزبوط ما شاء الله صايم اليوم لا اعطيك مجال ثاني ابو ابروف هذا قبل شوي قلت لي صايم ايه صايم الحمد لله لا تقول دقيقه لا تقول ايه ولا لا الحمد لله
ايوه يقول يقول قلت الحمد لله ايوه ارباح وش عندك من هنا تسوي؟ صلح جوال ابو ماجد. ايوه جوال جديد. ايوه جوال جديد. اي طيب شوف النامس على يقول لي اخله. ايوه ماتت. ماتت؟ لا والله ما ماتت. ابو تبي موتا ها؟ لا انا بس ماتت طارت للاسف. لا 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 والله اسمع صايم اللهم اني صايم يصلح جواله. انا طالب يا عيال فزعتكم يا عيال يا عيال يا عيال الله لا يشكينا. ابو سعيد طارة حولت الا بالله في النهايه بسوي سكيب. ايش لا يجي واحد يعطي سكيب. انت تسوي سكيب لكن غيرك يجي 36000 كابتشر. انت ايش فيك داخل مره في العفن ترعى ريحه نعناع. شوف كيف ابي العمق اللي وراء الخضار ترى الريحه ما توصل في الصوت. ايش فيك تخرب علي الذا ها وش بلا الذبان ذبان نامس قد الضربه بسم الله. لا اعتذر لا 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 اعتذر قل اعتذر بقوه.